السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة انا جايبة لكم فيديو هنعمل فيه اعادة تدوير للزجاجات البلاستيك. عندنا في بيوتنا في زجاجات بلاستيك كتير، هنعمل اعادة تدوير 4 اكوار من الزجاجات البلاستيك. اول فكرة هنعملها ممكن ناخد نص الازازة اللي من فوق بالغطا هنقفل بيها الاكياس اللي بنحط فيها دقيق او بقوليات او نشا او بستان او بقسماط المدفون او اي حاجة. دي بتبقى فكرة كويسة، الكيس بيبقى مربوط والغطا كمان ما بيوقعش اي حاجة، ويبقى سهل نفتح الغطا وناخد اللي احنا عايزينه ونرجعه تاني. الفكرة التانية هنعمل شمعدان اللي هو حامل للشمع، لو عندنا شمعة او نور منشا او نور قاطع او اي حاجة، دي تبقى فكرة حلوة نحط فيها الشمعة من غير ما تقع او تميل، او بتبقى الشمعة جوه الشمعدان نفسه. دي فكرة سهلة، اللي احنا بنجيب ازازتين بناخد الجزء من فوق بالغطا بتاعها وبنلزق من الغطا الغطاين في بعض، نحط الشمعة من جواهم وكده يبقى هنلزقهم بشمع لاصق او دبل فيس او اي لزقة عندنا. نحط الشمعة جواها كده نبقى عملنا شمعدان من الزجاجات البلاستيك. الشمعة مش هتقع ولا يجيلها حاجة، تفضل منورة وثابتة وثابتة في مكانها. تالت فكرة هنعمل زي مربع كده بالزجاجات، ونحط المربع من تحت قطعة كرتون ونحط جواها بقى ورد او اي تحفة، تبقى زي فكرة ديكورية كده نحطها في اي مكان بنزين بيه المكان. والفكرة الرابعة هتبقى منظم نحط فيه الاقلام او اي حاجة عندنا ممكن نحطها جواها او ادوات مكياج او اي حاجة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وقعدة التدوير تكون عجبتكم، وفي اخر الفيديو هنشوف فكرة روعة الاسترتش اللي احنا بنغلب بيه الاكل. فكرة روعة تريحنا في غسيل الخضار والفاكهة في الحوض بتاع المطبخ. فكرة جديدة يا رب تعجبكم، ويا رب الفيديو كله يعجبكم ونستفاد مع بعض باي فكرة موجودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة انا جايبة لكم فيديو هنعمل فيه اعادة تدوير للزجاجات البلاستيك. عندنا في بيتنا فيه زجاجات بلاستيك كتير، هنعمل اعادة تدوير 4 افكار من الزجاجات البلاستيك. اول فكرة هنعملها ممكن ناخد نص الازازة اللي من فوق بالغطا هنقفل بيها الاكياس اللي بنحط فيها دقيق او بقوليات او نشا او بستان او بقسماط المدفون او اي حاجه. دي بتبقى فكره كويسه، الكيس بيبقى مربوط والغطا كمان ما بيوقعش اي حاجه، ويبقى سهل نفتح الغطا وناخد اللي احنا عايزينه ونرجعه تاني. الفكره الثانيه هنعمل شمعدان اللي هو حامل للشمع، لو عندنا شمع او نور منسي او نور قاطع او اي حاجه، دي تبقى فكرة حلوة نحط فيها الشمعة من غير ما تقع او تميل، او بتبقى الشمعة جوه الشمعدان نفسه. دي فكرة سهلة، اللي احنا بنجيب ازازتين بناخد النص اللي من فوق بالغطا بتاعها وبنلزق من الغطا الغطاين في بعض، نحط الشمعة من جواهم وكده يبقى هنلزقهم بشمع لاصق او دبل فيس او اي لزق عندنا. نحط الشمعة جواها كده نبقى عملنا شمعدان من الزجاجات البلاستيك. الشمعة مش هتقع ولا يجيلها حاجة، تفضل منورة وثابتة في مكانها. تالت فكرة هنعمل زي مربع كده بالزجاجات، ونحط المربع من تحت قطعة كرتون ونحط جواها بقى ورد أو أي تحفة، تبقى زي فكرة ديكورية كده المكان. الفكرة الرابعة هتبقى منظم نحط في الأقلام
الفيديو يكون عجبكم وقعدة التدوير تكون عجبتكم. وفي اخر الفيديو هنشوف فكرة روعة للاسترتش اللي احنا بنغلب بيه الاكل. فكرة روعة تريحنا في غسيل الخضار والفاكهة في الحوض بتاع المطبخ. فكرة جديدة يا رب تعجبكم، ويا رب الفيديو كله يعجبكم ونستفاد مع بعض بأي فكرة موجودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة انا جايبة لكم فيديو هنعمل فيه اعادة تدوير لزجاجات البلاستيك. عندنا في بيوتنا في زجاجات بلاستيك كتير، هنعمل اعادة تدوير 4 افكار من الزجاجات البلاستيك. اول فكرة هنعملها ممكن ناخد نص الازازة اللي من فوق بالغطا وهنقفل بيها الاكياس اللي بنحط فيها دقيق او بكليات او نشا او بيضتين او بيضتين او اي حاجة. دي بتبقى فكرة كويسة، الكيس بيبقى مربوط والغطا كمان ما بيوقعش اي حاجة، ويبقى سهل نفتح الغطا وناخد اللي احنا عايزينه ونرجعه تاني. الفكرة التانية هنعمل شمعدان اللي هو حامل للشمع، لو عندنا شمعة او ضوء رومانسي او نور قاطع او اي حاجة، دي تبقى فكرة حلوة نحط فيها الشمعة من غير ما تقع او تميل، او بتبقى الشمعة جوه الشمعدان نفسه. دي فكرة سهلة، ان احنا بنجيب ازازتين بناخد النص اللي من فوق بالغطا بتاعها وبنلزق من الغطا الغطاين في بعض ونحط الشمعة من جواهم، وكده يبقى هنلزقهم بشمع لاصق او دبل فيس او اي لزق عندنا. نحط الشمعة جواها كده نبقى عملنا شمعدان من الزجاجات البلاستيك، والشمعة مش هتقع ولا هيجرى لها حاجة، تفضل منورة وثابتة في مكانها. تالت فكرة هنعمل زي مربع كده بالزجاجات